أكثر إلى ولادتنا الجديدة. يقول معلمنا بطرس الرسول: وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي لكي تنمو به. اللبن العقلي هي كلمة الله، يعني كلمة الله لها دور في الولادة، وكلمة الله أيضا لها دور في النمو الإنسان الجديد. احنا عارفين ان لازم علشان الإنسان الجديد ده ينمو لازم العطير بقى ايه؟ يصلب كل يوم. رومية 6:6: عالمين هذا ان انساننا العتيق قد صلب معه. فين؟ في المعمودية وفي حياة الإمادة اليومية اللي احنا بنعيشها، إمادة الذات. نموت عن الخطية، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ نموت عن العالم، عن شهوات العالم. عشان تبقى الولادة الجديدة ما هياش حدث خدناه في سر من أسرار الكنيسة، لكن تبقى حياة متجددة كل يوم، حياة جديدة في المسيح يسوع. علشان كده احنا عايزين نتعرف على سمات هذه الولادة الجديدة، وإيه اللي احنا المفروض كمولودين من الله إن احنا نعيش فعلا كأولاد الله. العالم يتعرف علينا من خلال حياتنا الجديدة في المسيح يسوع. شوفوا بطرس الرسول بيقول إيه لما بيتكلم عن إن احنا خدنا الولادة بقيامة المسيح. يقول كده تاني، يقول الآية: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثير ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم. يبقى إذن أول حاجة لنا ميراث إيه؟ ميراث سماوي، ميراث أبدي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. بطرس الرسول بيكلم ناس فقدوا ميراثهم الأرضي بسبب إيمانهم بالمسيح، لأن كل من كان يؤمن بالمسيح في هذا الوقت